السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في الدرس الرابع حول العملية على الأعداد الكسرية، اللي غنشوفو فيه الجمع بين الأعداد الكسرية، الطرح بين الأعداد الكسرية، الضرب، ثم أخيرا القسمة. إذن أول نقطة هي جمع أعداد كسرية، يعني الطريقة باش نجمعو عددين أو ثلاثة أعداد كسرية فيما بينهم. اللي من خلال الطريقة غنشوفو الحالة فين كيكون عندنا نفس المقام أو إذا كان لهما مقامين مختلفين، اللي غنشوفو عن طريق أمثلة وتمارين. نشوفو إذن كيفية جمع أعداد كسرية. إذن كيفاش كنديرو نجمعو؟ أول حاجة كنشوفو إذا كان للعددين نفس المقام. دونك اول حاجه كنشوف واش هاد العددين عندهم نفس المقام. عندهم نفس المقام نجمع البسطين. واش نجمعوا العددين؟ كنجمعوا البسطين. ناخذ مثال 3 على 4 زائد 5 على 4. اذا كنلاحظوا هنا عندنا العددين 3 على 4، العدد 3 على 4 والعدد 4 على 5 عندهم نفس المقام. اذا باش كنحسبوها كنجي كنكتب ان هاتني 4 وكنجمع 3 زائد 4. 3 كنكتب 3 زائد 5 تساوي 3 زائد 5 تساوي 8 على 4. 8 على 4 هي 2. هذه اول حاجه كنلاحظها، اذا كان عندنا نفس المقام كنجمعوا الوسطين. اذا الحاله الثانيه، اذا كان ليس لهما نفس المقام، اذا كان عندنا مقام كنديروا نوحد مقام بين العددين أو ثلاث أعداد. من بعد ما كنوحدو المقام نجمع البسطين. ناخدو مثال 1 على 3 زائد 1 على 6، هنا كم تساوي؟ كنلاحظو أن عندهم مقامين مختلفين، إذا نوحد المقامات. إذا 1 على 3 زائد 1 على 6 تساوي. باش نوحد المقامات مقلناش كندير، كنقلب على المضاعف الأصغر المشترك. المضاعف الأصغر المشترك بينهما هو 6 بعد الحساب. عندنا هنا 3، عندنا هنا 6، هذا على 6. هنا باش تدز من 3 6 ضربت في 2، عندنا انت هنا نضرب في 2. إذن 1 في 2 تساوي 2، وبذلك كيولي عندي مقام موحد. كيولي عندي مقام واحد كنجمع البسطين. إذا تساوي 1 زائد 2 هي 3، إذا هي 3 على 6. إذا النقطة الثانية، بعد ما شفنا الجمع بين أعداد كسرية، نشوفو الفرق. الفرق كنطبقو نفس الخاصيات اللي شفنا. أول حاجة عددين لهما نفس المقام، اش كنديرو؟ نحتفظ بالمقام ونحسب فرق البسطين. ناخدو مثال 3 على 4 ناقص 1 على 4. إذن هنا عندنا
عددين لهما نفس المقام. إذا نحتفظ بالمقام، نحتفظ بالمقام ونحسب فرق البسطين، كنحسبو الفرق ديالهم، نكتبو هاد العملية. 3 ناقص 1 تساوي 3 ناقص 1 هي 2 على 4، دي 2 على 4. وهنا يمكن لي نزيد عملية الاختزال، هنا 2، هنا 2 في 4، 2 في 2، نختزل ب2، تبقى لي هنا 2 في 1، تبقى لي هي 1 على 2. هذا خاصة بالفرق في حالة لهما نصف. في حالة لهما عددين ليس لهما نفس المقام، إذن أول حاجة نوحد مقامات، ثاني حاجة نحسب فرق البسطين بنفس الطريقة. ناخد مثال، ناخد 1 على 2 ناقص 1 على 6. إذن كنلاحظ أن العددين ليس لهما نفس المقام. أول حاجة كنوحد المقامات، أن المضاعف المشترك بينهما هو 6، إذن هنا 6 ناقص 1 على 6. أنا باش دزت من 2 ل6 ضربنا في 3، ضربنا في 3، إذن 3 فوق نضرب، إذن 1 في 3 ناقص 1 على 6 تساوي، أو نكتبو هنا تساوي 1 في 3 هي 3 على 6 ناقص 1 على 6. إذن احتفظوا بالمقام، نحسبو فرق الوسط، 3 ناقص 1 تساوي 3 ناقص 1 هي 2 على 6 تساوي 2 في 1 أنس 2 في 3، يمكن أن أختزل بجوج 1 على 3، يعني 1 على 3. عندنا العملية الثالثة هي عملية ضرب الأعداد الكسرية. ضرب الأعداد الكسرية عندنا قاعدتين، أول حاجة باش نحسبو كنحسبو جداء البسطين، نحسبو جداء المقامين. الثالثة كنديرو عملية الاختزال إذا أمكن. ناخد مثال، ناخد 1 على 2 في 2 على 5، شنو كنديرو؟ كنديرو جداء البسطين، كندير 1 في 2 جداء المقامين، ندير 2 في 5 يتساوي 2 في 2 هي 2، 10 هي 10. يمكن لي هنا نقوم بعملية الاختزال، عندي 2 مع 2 اللي تساوي هي 1 على 5. ناخد مثال، ناخد مثال آخر، ناخد 1 على 3 في 9 على 16، دونك هي جداء البسطين على جداء المقامين، هي تساوي كم؟ هي 9 على 3 في 16 هي 48. يمكن لي هاد العدد تختزلو، عندنا عندنا 9، يمكن لي نختزلو من هنا، هنا عندنا 9 هي 3
في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة، يمكن يختار هنا في ثلاثة وهنا في ثلاثة. شحال تبقى ليا؟ غتبقى ليا هنا واحد في ثلاثة على ستاش، اللي هي ثلاثة على ستاش، من 9 على 140 هي ثلاثة على ستاش. إذن العملية الرابعة هي النقطة 4 هي خارج عددين كسريين. إذا كان عندنا عددين كسريين أو على بي قسمة على عددين آخرين العدد تساوي دي، القاعدة كتقولنا كناخدو العدد أول أ بي كنضربوه في دي على سي، يعني كنضربوه في المقلوب ديال هاد العدد، يعني كنشتو العدد وكنقلبوه. هذه الطريقة باش نحسبو القسمة. إذن عندنا أ على بي عدد كسري، عندنا سي على دي عدد كسري، العدد دي على سي يسمى مقلوب عدد سي على دي، غير مسمية مقلوب، يعني المقلوب. إذن باش نحسبو القسمة كناخدو العدد الكسري الأول وكنضربوه في المقلوب ديال العدد الكسري الثاني. ناخدو مثال 2 على 3 قسمة 1 على 4. داش كنا نديرو؟ كنكتبو العدد الأول كنديرو فيه وكناخدو المقلوب ديال العدد الثاني، المقلوب هو 4 على 1، وكنحسبو الجداء بطريقة عادية كما شفناه. ثانية جداء البسطين على جداء المقامين، إذن تساوي 2 في 4 هي 8، 3 في 1 هي 3. هكا كنحصلو القسمة. ناخدو مثال تاني، مثال تاني عندنا 1 على 8 على 1 على 4. هاد الكتابة هي نفسها كتابة ديال 1 على 8 قسمة 1 على 4، غير الكتابة كتبدل. يمكن نكتبو هكا بهاد الطريقة، يمكن نكتبو القسمة بهاد الطريقة هادي باستعمال هاد الرمز أو باستعمال هاد الرمز، فهي طريقة للكتابة. إذن تساوي 1 على 8 في مقلوب، في مقلوب 1 على 4، مقلوب 1 على 4 كيولي البسط، بسط المقام، المقام بسط البسط هي 4 على 1، تساوي 4 على 8، واللي يمكن نختزلوها هي 4 4 في 2، 4 في 1، دونك 4 مع 4 كتمشي هي 1 على 2. إلا بغينا نزيدو نختزلو، هذا خاص بالخارج القسمة. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الدرس، وغندوزو للتمارين.